سي حميد من نهار خرج روتريت ضروري ما يغلب صحابو فشي طرح ديال داما، عادي يدخل لدارو. وهذا السي ابراهيم ديما راجع ناشط من الخدمه وخدوز اكثر من 25 عام في الشركه اللي فيها. اما لاله خديجه من نهار توفى المرحوم وليداتها بين عينيها مهليه فيهم وخايفه على المستقبل ديالو. اللي تجمع ما بين السي حميد السي ابراهيم ومرحوم زوج لاله خديجه هو كون الخدمه ديالهم في القطاع الخاص وانهم منخرطين في نظام التقاعد التكميلي. المعلومة قبل 2002 أكسا كبعض شركات تأمين الأخرى كانت تتكلف بتوظيف لباغ سالاريال ديال المنخرطين في نظام التقاعد التكميلي، ولهذا أكسا وضعت مصلحة مختصة منذ شهر أكتوبر 2021 باش تصل وترافق المنخرطين ديالها في نظام التقاعد التكميلي. وبالتالي هاد العملية غادي تشمل المتقاعدين والموظفين اللي قربوا التقاعد في القطاع الخاص وحتى ذوي الحقوق باش يستافدوا من المستحقات ديالهم. بالنسبة للمتقاعدين أو ذوي الحقوق فهاد المصلحة غادي تتصل بهم باش تشرح لهم الإجراءات اللي سهلة ومبسطة اللي خاص يقوموا بها، وكذلك الوثائق اللي خاص يدليوا بها باش يستافدوا من المستحقات ديالهم اللي ما كانوش على علم بها. اما بالنسبه للموظفين اللي مازال ما خرجوش للتقاعد، المصلحه المختصه غادي تتصل بهم من اجل مراجعه المعلومات المتعلقه بالانخراط ديالهم باش ملي يخرجوا للتقاعد يلقاو جميع الامور الاداريه جاهزه. اليوم سي حميد ولا خديجه لقاو على من يعولوا ويكون بجنبهم، اما سي ابراهيم فهو على علم بالمستحقات ديالو ومطمئن عليهم، وحيت كاين بزاف ديال الناس بحالهم اللي ما كانتش عندهم درايه باللي مازال عندهم مستحقات. فاكسا غادي تتواصل مع جميع المعنيين من اجل خلاص ديالنا. بالنسبة لنا نتوما أكثر من زبناء، لذلك أكسا تتسهر دائما على توفير حياة أفضل للجميع.